ارتفاع مفاجئ هو الأعلى من نوعه خلال عامين لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. من 1200 دينار مقابل الدولار الواحد ارتفع الدولار إلى نحو 1300 دينار عراقي. استقر سعر الصرف لكنه ألقى بظلال سلبية على تعاملات السوق العراقية. بالنسبة للدولار صعوده يأثر بشكل سلبي على كل المجتمع مو بس على أهل الصرافة، لأن السوق بصورة عامة يوقف. مردودها سلبي على التاجر، وثاني شيء حتصعد البضاعة على المستهلك، يعني بدال القطعة من صيرة مثلاً كسبيل مثال 15,000 حتصعد لها 3,000 4,000 دينار. أسباب عديدة دعت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، منها قانون موازنة العام الحالي التي قلصت بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، وقيام الأخير بوضع آليات جديدة للبيع عن طريق المزاد العلني، ولجوء المضاربين في السوق العملة العراقية إلى رفع الأسعار، فضلا عن الاضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد. الأوضاع كلها تؤدي إلى عدم استقرار سعر الصرف، لكن اتخاذ البرلمان الإجراءات اللي اتخذها فيما يتعلق بتحديد مبيعات البنك المركزي ب 75 مليون دولار يوميا، هذا أدى إلى اضطراب في السوق. وبالرغم من التعديلات الطفيفة في سياسة البنك المركزي العراقي التي تضمنت فتح منافذ جديدة لبيع الدولار عن طريق إشراك المصارف الأهلية في ذلك، لكنها إجراءات لم تحد من استمرار هذا الارتفاع. قام البنك المركزي بتزويد الشركات الصيرفة بمبالغ أكثر من السابق، والمفروض أنه هذا سيؤدي إلى تخفيض قيمة الدولار أمام الدينار أو ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار. بانتظار تحركات حكومية تعيد للدينار قيمته، تبقى السوق العراقية مضطربة في تعاملاتها التجارية والاقتصادية. خبراء ماليون يقولون أن ارتفاع الدولار الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة مجرد فقاعة، سببها يعود لمضاربين. ليس هذا فحسب، بل يتوقعون أن يسترد الدينار العراقي عافيته في الأجل القريب لارتفاع أسعار النفط عالمياً. شفيق عبد الجبار، سكاي نيوز عربية، بغداد.